بالبوست اذا شي يكون صفر صفر يعني ويا الريترومولر باد ما بي ارتفاع. هذا سهوا ارتفاع لازم شي يكون هذا يجي صفر مو قلنا صح؟ صفر لازم يكون ارتفاع اللور. هذا اخذناه خذتوه المحاطة ارتفاع البايت مع اللور شي يكون بالريترومولر باد شي يكون صفر. اريد تردون اريد فتكاست غير هذا حتى اي بون. قبل ما نلزكن نثبتين سام مضبوط نجي شي متناين كبار متناين تسوي لسين ارتفاع. شوفوا هسه هذا اكو خلل بي. من اللي يقول لي الخلل شنو الخطا اللي بي شنو هو الخلل؟ لا مو شورت بيج ما له علاقه. احنا هسه بن الواس هاي هاي الجهه من هاي شي نازله ومن هناك صاعده. هذا الخلل اللي بي. لو تشوفون شوفوا المسافه ايش راح يكون عنده من يسد حلقة المريض ونخلي الطفل حلقة هاي الجهة تطبق هاي الجهة شو يصير؟ يصير فراغات بين الأسنان وكأنه ما يستفاد ومن يعض رأسا الطفل شو يصير بي؟ يقلب. أول ما يعض هاي الجهة عضها صار الطفل منه ينشله يعني ما يستفاد كل شيء من الطفل. لازم شو نسوي في حالة هذا نعلي هالشكل أو النصي هذا فأتي هسا عدش هذا اللور عالي هاي الجهة هم ما سووا صفر واش؟ هذا نريد واحد غيره هذا المن عاش بابا. نجي لهذا أول مرة نشوف هذا صفر هذا مننا شوية عالي ما أخو إشكال. نجي لهذا نثبته هذا هسا ثبتنا الحالة الطبيعية. قلنا كم حالة نريد نسوي الماونتينج كم حالة أكو عندنا؟ ثلاث أربع حالات كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3 والحالة اللي ما نعطيها نقول كلاس يعني الصنف نقول اج تو اج اسنان تكون اج تو اج. فاحنا هسه ايش قاعد نستعمل الحاله اللي راح نصفط له عن نورمال الطبيعي صفط نورمال اللي هي كلاس 1 اللي هي يكون طبيعي اللي كله احنا يكون الفك العلوي متقدم على الفك السفلي بمسافه مليم الى مليم ونص. فهذه الحاله الطبيعيه هسه تكون هذا الحاله الطبيعيه هذا حلو الماونتين الارتفاع نفس المسافه. خلينا نسوي له سيلينج جيبوا لنا بس تورش خلينا نسوي له سيلينج حتى تعرفون شلون راح نسوي ماونتين. نسوي الماونتين خطوة بعد اكو تورش هنا علي طيب يا ابوي شوف بي غاز علي افتح لي يا ابوي علي ما اظن بي غاز هذا ما اظن بي غاز فد واحد بي غاز هذا تشوف ليش هيك نسوي ماكو هذا ما بي وانا ما بمسافة هذا احنا النورمال الطبيعي اللي نسميه كلاس 1 مليم الى مليم ونص يتقدم الابر عليه من على اللور مو يتقدم الواكس. احنا الواكس ما لنا علاقة به الواكس ما لنا علاقة به يتقدم الرج الواكس هنقول صار خطأ بالواكس. اما انت مقدم الواكس دي بره او مأخرته ما مخليته على الرج فاحنا ما لنا علاقة بالواكس نعتمد عليه من على الرج يكون الرج متقدم مو الواكس. وصلت الفكره يعني افرضي انت هذا الواكس ما مخليه تعرج مرجعته لي ورا وهواي قاعد يسوون راجع الواكس اتهم لي ورا. احنا من نعتبر من نستعمل الواكس مو فدهمين مال احمد التهج عرفت شو؟ فما لنا علاقه بالواكس نعتمد عليه من قلنا نعتمد على الرج. هذا خلص هذا خلصنا ماكو اشكال. هذا هسه ثبتنا طلعتي يلا هسه نجي طوني مال من هذا طي سويته هنا قلنا ارتفاع البايت ريم شي يكون انتيريرلي 22 بوستيريرلي شي يكون 18 بالنسبه لمن للابر. انت لو تشوفين هسه هنا نفس الشيء تشوفون الارتفاع مال من مال الواكس نفس الشيء انتيرير واحتمال الفوسيرير اعلى مفروض شيء يكون انصر حتى شنو هاي تكل الفتحه. هسه احنا راح نسوي على هالوضعيه حتى بس عرفتوا انتوا الايرور وين صار الخطا وين صار. راح هسه شلون نسوي الماونتنج؟ هسه احنا هذا كانه سوينا السنتر الطين راح نسوي ماونتنج يعني ننقل العلاقه هاي الموجوده العلاقه يعني شنو
هذا العلاقة فم المريض، ننقل العلاقة من فم المريض المن للآكل كأنه هذا صار شنو mouth of the patient، يعني هذا حلق المريض. بس شنو فرق الحلق المريض عن الارتيكليتر؟ شرحناها احنا ذات المحاضرة قبل نص، شنو الفرق مالته؟ عافية هنا الأبر يتحرك، هناك اللور يتحرك، الفرق هذا. من نجي نريد ننقل العلاقة للماث نثبتها عليها، من نجيبها نخليها بمكانها الصحيح. هسه لو خليناها بمكانها شوفوا صارت فتحة، معناته هذا ما طابق، ماكو مجال، معناته شنو؟ يا أما هسه احنا هذا لأن الكاس كلش ثخين لازم نخلي مسافة المن للماتيريال مالت من مال الماونت. اي بعد هسه هاي موجودة جوا، هاي الفوق ما هي المهم، لازم مسافة المن نخلي للماتيريال، فهاي ماكو مسافة. فشو نسوي؟ انا احنا رد نعلمكم شلون نسوي الترمين، شلون نسوي الترمين. الترمين تطلع الكاس، هذا الجهاز اسمه الترمر. يلا قدش الترمر، هذا الجهاز اسمه الترمر، شوفوا مربوط بالمي، دير بالكم. هذا الجهاز كوصلي، يعني شلون كوصلي؟ يستعملوا حتى الحدادين، يعني حديد يطير، فأصابعكم استعمالكم إلي يكون شنو بحذر، حذر كلش حذر. ما يدخل من هنا يطلع من هذا البوروان يا شباب. هذا هنا اكو مشط، شوفوا بابا هنا اكو مشط، يجي هذا البوري مال ماي بمشط هنا، هذا المشط مثقب. وشلون الراش وشلون كانه يرش عليه، يرش على هذا الحجر، نبني نصغر حجمه. نشوف قبلنا انا قبلنا لازم ضغط شوي، نفس التكنس، دير باكم لحد يستعمله، بالنسبة لكم لحد يستعمله، لحد شيء يجيبه. هذا انتو تتحكمون بيها مع الكرمة، بيها درجات ينزل بعد، هاي انتو تتحكمون بيها شلون تزنون القاس يكون هالشكل حسب احنا نخليه الساعة عدد. هسه هنا انا قاعد اجيكم ماستر، يعني القالب قاعد اجيكم ماستر تصافي، بس من يصير ان تاخذون انتو الطبعة ايش راح تطلع لكم الطبعة؟ خذتوا انتو طبعة، سوينا بداية السنة من خذنا بالالجينيات الطبعة، من صبيتوها الطبعة ايش طلعت فيكم؟ ما يطلع لكم هالشكل، لا قاعدة لا شو اسمه، انتو ايش تقررون؟ عدلوا بيمن بالترمر، يتعدل الكاس بالترمر، وعرفت شلون يشتغل الترمر. سد الماي ماله، خلصنا من الترمر. هسه قللنا من الثكنس ماله من مال كاس، على مود شنو؟ نرجع بالارتكليتر. ذني ارتكليتر اكو غير نوعية حتى تكفي المسافة، وين الارتكليتر؟ حتى المسافة تكفي بين الأفر واللور. شوف صار good space، كان قبل ماكو صح، هسه صار space بين الأفر وبين هاي المسافة المن للماتيريال مالت من مال الماونتنج راح نستخدمها. وصلت لكم الفكرة؟ إذا واحد الكاس ماله يعني ما تكفي هاي المسافة، شلون نسوي المسافة؟ يلا هسه شلون نسوي لكم مسافة؟ هسه راح أسوي لكم الماونتنج، والخطوة اللي وراها تقدرون تفصلوه حتى تشتغلون براحتكم. فهذا شوف سام ثبت هاي القاعدة البيضة، ثبت بيمن براغي ثلاث، أكو عندكم بين هتسيم، هذا السيم هذا سي ورا ما سوون ماونتنج تدخلون السيم من هنا، هذا ما مزروف، حمون السيم
أتكون وأنا خلي تشوفوا تعطوني هذا حتى تشوفوه حتى يصير توصل الفكرة، مو حاجي أعطيني هذا خذ هنا طرف شو اسمه ثقب موجود هذا تدخلون به، هذا ما مثقوب السال الأبيض ثقبوه شلون ينثقب، هذا تحموها شويونه ينثقب يعبر لهذا الصوب همات ينثقب هذا يطلع من هذا الصوب، يعني هالشكل يصير ليش يصير بهاي الوضعين. هذا شنو فائدته؟ هذا فائدته بعدين قرى ما تخلصون تردون بعدين انها اخر مرحله مثل ورا ما تسوي الارنجمنت مع الاسنان ورا تريد تشتغل انت مو شايل هذا كله تقعد تسوي مثلا فتريد تفصله من هذا الجهاز شو تسوي؟ طلع هذا الفن تطلع هاي كله يطلع الكاست عرفت شلون؟ وصلت الفكره لو ما وصلت؟ الشباب وصلت لكم الفكره لو لا؟ يطلع الكاست كله كامل تقدر شنو؟ تشتغل به. مصطفى راعي امين ايش اسمه ما اقدر يطلع البنات يلا هاك المن فلا هذا ايه هاك ابو هسه عرفتوا هاي شنو فائدته؟ هاي بعدين احنا ان شاء الله بالاستمرار بالعمل شلون نستعمل هذا الفن وشلون نفصل مين من الاكل حتى نشتغل شنو براحتنا بينما انا شايل هذا كله واخاف يوقع اكل وهذا فشلون هذا فائدته هذا فهذا بيه حركات هسه هذا ما بيه جهازه وبيه حركات هذا ما بيه هسه راح نسوي الماونت هاي المن الواكس نايت يلا حنسوي سؤالي شو اسمه الكرون رابر باول سباتشولا ما وصلت لكم الفكرة هذا الفي شيب مو راح نخلي هنا نبوره ونثبته ثبتناه من مخلين هنا في شيب تشوفون بالثلاث مكانات احنا راح نفصله هذا من منطقة ويا البلاستر راح ينفصل ونكمل الشغل مالنا عرفت شلون؟ فآخر شيء ورا ما يكمل الطخم نجيبه نرجع على الكاست على القالب ونرجع بالكون بس ما حد عرفت شنو هو البي شيب هذا هذا الدليل يسموه انت مو من نانا وانا فلاح وانا الفي شيب منا احسن هذا منا صير منطقه خفيفه خافين تكسر من ورا افضل منطقه صير خفيفه وما ياثر هو ما له كل تاثير يعني بس افضل منا ايه حتى لان هاي منطقه شوي ثقيله هاي تكون خفيف الفي شيب منا ما تاثر هو ها هسه راح هسه انا قلتها مرتين ما وصلت الفكره هسه راح اقول لكم شنو فائده هسه من تردون تسوون لازم هذا خلوا له كولد مالت سيل ما عازل حتى شنو متردون تفصلوا ينفصل بالعجل عرفت شلون؟ شي اسم شوي بس بهال اكو هنا انا ما عازله تجيب كل شيء كان خلي له شوي ما عازل مو كله حتى يلزق اذا كله اخاف ينفصل هاك حبيبي عرفت شلون؟ مو كله اخاف ينفصل هسه نجي نسوي شوفوا ال يلا شوي هنا الطريقة نخلي هذا كله محجر و ذني شنو فائدة ذني ريتنشن للتثبيت الكاست نجيب اللور مو تشتفون بين قالبين الأفر على شو اسمه نضغطه نرجع هذا اي اكو مسافة خوش نخليه عدل
خوش نثبته. للأبر نفس الوضعية. أهم شيء أريد يوصل هاي المناطق البي شيب. شوفوا دخل البلاستر وين؟ بالبي شيب. الرجع بحيث البن يطخ. البن يطخ وين؟ باللور. خوش؟ وهذا الزايدة تعدله. بالثواني هل أكمل لك إياه؟ خلي بعد سأنا ما بسوي هوسة عليكم يصير زايد وش اسمه. تردون تسووا سموث بعد شوي وانا مي ايديكم يصير كلش سموث. باش هذا خلاص هذا الماونت تركوا الان يصير سيت. انتهينا من هاي الفضحة. انقلنا العلاقة مين؟ من فم المريض. جبناها للاكتب ليتر. شنو هي العلاقة؟ قلنا اربع علاقات. شنو هي العلاقة؟ انقلناها هنا ونبدي العمل الدور على هذا. نبدي هسه الارنجمنت واسبوع الله الارنجمنت. المفروض احنا اليوم احنا نسويه لان بعده يصير سات. ايش وقت يصير سات؟ سوينا احنا صبينا بالذكر صبينا وسوينا قوالب وبالباص يبقى هذا الى ان نكمل الطقم. بعد نبدي الارنجمنت ونكمل نهائيا الطقم على هذا. على هذا كمية هذا لما هذا نزلت طخ هذا الفن بالقاعد. هسه سألتني منو على فائدة البيشيب. شوفوا بقى هذا البيشيب سنجي فائدة. فتحنا هذا طلعناه من الارتكليتر قاعد رجع المكان الصحيح. شنو هو الدليل عندي؟ دني الدقلن وصلت ما وصلت. نفتح الكاست من الجهاز الارتكليتر من اي درجة عن نفس مكان بحيث ما متغير لا يمنى ولا يسر. شنو هو الدليل؟ البي شيب. يعني من اجيب ارجع البي شيب تدخل واحدة كل واحدة بمكان. وصلت؟ وصلناها الفكرة؟ هذا تنتظروا الى ان يصير سيت وعلى ضوء بعد راح نسوي شنو؟ الارنجمنت. هاي الثين ما نلعب بيها من حركة على ياهو هاي ثابت قلنا تعال ها تبقى شنو هذا الترديد فريها يمنى ويسرى. ها حدد لي هذا شوف السحنة هذا الميد لاين مثال حدد لي شنو الميد لاين من اللي نسوي الارنجمنت. نعرف هذا من هنا هذا النص هذا شنو النص الاخر هذا الليفت وهذا حد. وصلناها ليسوي لي قدامكم هذا الجديد هم يصير سموث وهم يطيش كودر التينشن. ايش أبر ولا نفس الشيء عين هذا حدد الميد لاين ليفت عن الراس ميد لاين هذا وقع الفن. اوكي ايدي هلا عدل هذا تقدرين بعدين تنظفي تعدلي. لا هذا وخر الزايد تنظفي
نظفيتي بعد شوي، كنيسايا قطنا هذا، نظف الارتكلات.